من هنا استاذ هاني هستاذن حضرتك في حاجه. فكره ان الموسيقى بتعبر عن زي ما حضرتك قلت مثلا حاله توتر او حاله حب، فهي اكيد بتضيف، هي اكيد بتضيف للحاله، بتضيف للمشاهد ان هو يفهم اكتر المشهد ده عايز يقول ايه، الشخصيه اللي بتمثل قدامي مشاعرها ايه بالظبط. لا انا عندي حضرتك اعمق كمان. اتفضل. بيبقى في ميديوم امريكاني او ميديوم كلوز على الممثل او كلوز اب على الممثل. انت عارفش ايه اللي في نفسيته. ففي مثلا حاجات البطله بتحضن البطل. بس بترمش بعينيها كده كانها بتقول لنا انا بكذب عليك. ايوه. المزيكا بقى بتساعد في المواضيع دي كلها. المزيكا بتساعد في يعني انا امسك الورقه والقلم بتوعي واحط نفسي في نفس الموقف بتاع البطل. عادل امام بيجري وبيجري وراه ضبط. ايوه. كاننا جوه روحه. تي تا 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 تي تا تا تي تا. ده الضابط ده البطل، ده الضابط ده البطل ده. والقطع المتوازي ده بتوع السينما هم عارفينه طبعا، احنا عارفين اكتر مننا، احنا مش بتوع مونتاج. المونتاج بيعمل اعاده احياء للموسيقى كمان. عشان كده انا المونتاج ده يا صاحبي وحبيبي يسيب الفيلم من اساسه ويكون فنان وفاهم. لو هنتكلم عن اكتر الاغاني اللي موجوده جوه مسلسل حاله خاصه وليها كده واقع خاص عند حضرتك في روح حضرتك. انا هختار اللي الناس اختارته، الناس كلها اختارت لما كان بحياتها. بالظبط. لان لما كان بحياتها دي من ضمن الاغاني اللي وقفت مع المرأة وتحررها الفكري، مش تحررها في اللبس ولا كل الكلام ده، مبيهمناش، يهمنا حاجة واحدة. تهت ملامحي بين ملامحك حتى افكاري وخيالي. كنت نور وكنت ظلك واكتشفت من تجاربك اليوم علمتهاني ان لازم اكون انا عشان احبك انت. تاهت ملامحي بين ملامحك حتى افكاري وخيالي حتى احلامي وارادتي كنت نور وكنت ظلك واكتشفت من تجربك اللي يوم علمتهالي ان لازم اكون انا عشان احبك انت والمس بنفسي. ودي بتعبر عن فكرة العمل وبعض المشاعر اللي جوه شخصيات العمل. هاخد حضرتك برضو لردود افعال بقى الناس على مسلسل حالة خاصة، شفتها ازاي؟ هتتعلي لو قلت لك انا ما بشوفهاش، بس بيوصلني من اختي ومن اخويا ومن قرايبي كلهم بيقولوا لي انت مكسر الدنيا على التيك توك وبتاع. انا الحقيقه وقتي قليل قوي. ربنا يديك الصحه استاذ هاني وتمتعنا دايما بفنك الجميل.